لو الحكاية فيها إن فيتو هو الغضروف، هو ده اللي ادلك الغضروف. طيب دي طرق علاج معينة ان انا ما اقدر اعملها فتمشي من عند الالام دي او طبعا هو العلاج علاج الغضروف 80% بيشفى بعلاج التحفظي. يعني ايه علاج تحفظي؟ يعني علاج دون جراحة. تمام، فالعلاج علاج طبيعي يعني ولا التحفظي ده بيشمل الأدوية، تمام، بيشمل تقليل الوزن، بيشمل لبس حذاء مناسب، بيشمل علاج طبيعي، بيشمل علاج تأهيلي. يعني ممكن واحد عمل علاج طبيعي وعمل بأجهزة وكده وبعد كده بيمارس رياضة بشكل منتظم عشان يأهل عضلات عشان يأهل نفسه وبيشمل بقى الأدوية عشان تقلل لو كان في حاجة ضغط على الأعصاب عشان التهاب الأعصاب يقل. بيشمل بقى نصائح ازاي ما يوطيش، يشيل حاجة وهو موطي، ازاي يقعد ازاي في اخر الكرسي وظهره مشدود وفي شلت وراه، ازاي ينام، لما ينام يجيب رجليه الاثنين عليه عشان يفتح الفقرات من ورا. فبيشمل تعليمات في البعاد وفي النوم وفي الشيل وتقليل الوزن ولبس الحذاء المناسب والعلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي ثم ممارسة الرياضة بشكل منتظم. طب حضرتك قلت ان فيتامين د ده اهم عنصر او اهم فيتامين موجود في الجسم عشان يحافظ على صحه العظام. دلوقتي في ناس كتير بتعاني ان هي نقص فيتامين د اللي عندها، فايه العلامات اللي تكشف الانسان ان هو عنده نقص فيتامين د؟ قبل ما ادخل على فيتامين د انا بس انا اتكلمت على علاج تحفظي في الغضروف، بس عايز اقول بقى كمان في علاج جراحي. تمام. في الانزلاق الغضروفي، يعني احنا بنجري كان زمان فتحه كبيره بتجرى لها الغضروف فكانت بتبقى العمليه صعبه. دلوقتي بقت فتحه صغيره وبتشال جزء من الغضروف مش كله، لان الغضروف لما بيتشال بيأثر في ميكانيكيه، لو اتشال كم كبير منه بيأثر في ميكانيكيه العمود الفقري، فبالتالي مع الوقت المسافه اللي هتقل دي هتأثر في الميكانيكيه وهيأثر في زي ما احنا قلنا ان هو الدم العظمي يبدأ يأثر هنا من ورا، هنا ممكن يحصل فيه خشونه، لان هنا لما جزء يقل كده من قدام من الامام هنا من ورا هيؤدي الى تحميل من ورا ويؤدي الى خشونه، والخشونه دي هتؤدي الى زوايا عظميه، وزوايا عظميه هتؤدي الى يزق الفقرات كده يحصل تزحلق في الفقرات ونبدا نخش في دايره ثانيه. فدايما احنا بنحاول اقل تدخل ممكن. فدلوقتي في طريقه اسمها فينستريشن، فتحه صغيره خالص بنخش يتشال جزء بسيط من الغضروف اللي ضغط على العصب وحاجه بسيطه خالص توسيع حوالين الروت حوالين الجذر بتاع العصب. فالجراحه بتتطور مع الوقت واتطورت وبقى موضوع اسهل، وكمان بقى في بعض الناس كمان ممكن يتشال الغضروف بالمنظار. تمام، والعمليه الجراحيه ملهاش اي اثار جانبيه على الانسان بعد كده ولا تبقى نتيجتها مضمونه؟ هو احنا من امتى نتجه للجراحه؟ ده السؤال بقى المهم. امتى نتجه كل واحد نتجه للجراحه؟ لا، نتجه للجراحه اذا كانت الغضروف ده غضروف متحرك من مكانه، حصل له مايجريشن يعني اتحرك من مكانه، وكمان لو حصل له سيكوستريشن يعني انفصل من مكانه فضغط على النخاع ومؤدي الى اعراض عصبيه شديده، فبالتالي لازم نخش، وخاصة إذا كان هيؤدي إلى مثلا ركفوت يعني سقوط في القدم أو مشكلة كبيرة في الأعصاب. تمام. أو عدم تحكم في الغضروف، ففي الحالة دي لازم ندخل عشان نشيل الغضروف. فإذا يبقى إحنا هنا ضرائنا على المريض ده سبب مشكلة كبيرة، إذا مش أي حد بيبقى عنده انزلاق غضروفي بنعمل له عملية. الحاجة الثانية لو واحد أخذ علاج 6 شهور أو يعني بقى له فترة بياخد علاج، مش لازم 6 شهور، ممكن أقل أو ممكن أكتر، ولكن عنده إعاقة في حياته مش قادر يمارس حياته بشكل مثالي، واحد عنده 29 سنة أو 28 سنة مش قادر يتحرك، طب ما حرام يبقى ما نقدرش نسيبه. الحاله دي لازم نتدخل ونعمل له جراحه. طيب بيتاثر طبعا، السؤال بتاعك هل بيتاثر مع الوقت؟ طبعا فتحه، عشان كده احنا بنقلل الفتحات الدخول، عشان كده بقول لك ان الفتحه لو كانت صغيره كل ما تصغر كل ما يبقى احسن. وبنعملها حاجه اسمها فينستريشن على جنب واحد، واذا امكن والمريض ده مشكله الغضروف بتاعه بسيطه، مش بقى زي ما قلت مايجريشن، لا يعني حاجه بسيطه ويتشال بالمنظار، بيتوسع حوالين الروت اللي هو الجذر بتاع اللي هو مكان العصب، وفي الحالة دي تبقى جراحة بسيطة.